اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقرتنا الاخيره في حلقه اليوم بعد فوز النادي الاهلي بهدفين او ثلاث اهداف مقابل شيء في مرمى وادي دجله وثلاث نقاط يعتلي بهم البطل صداره الدوري بعد خمس مباريات في الاسبوع السابع. اهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه كابتن ايمن دجيش. ازيك كابتن ايمن؟ كابتن اسلام. اهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه ورايك في طاقم التحكيم؟ طبعا في البدايه يعني عايز اقول اجمالا النهارده سعيد حمزه قدم مباراه طيبه، نجح الحمد لله في المباراه، كان عنده اهتمام، كان عنده لياقه بدنيه كويسه الحمد لله، كان قريب من كل لعبه، كان مهتم، كان عامل معد نفسه للمباراه كويس. بصراحه النهارده قدم مباراه، اكيد كله يعني ما فيش حكم بيطلع من مباراه كابتن اسلام ما عندوش بعض الحاجات صغيره، لكن هو نجح النهارده بصوره كبيره هو والطاقم بتاعه. لكن في بعض الحالات هنبص عليها برضو. طيب نبدا على طول بالحالات. اتفضل يا كابتن. نرجع دي الحاله الاولى، دي المساعد الاول تحت تحسين ابو السيد. لو بصينا كده في لعيب من الاهلي، اخر لعيب خالص في اليمين، ارجع لي بس نوقف لحظه الطلوع. في لعيب هناك، الاثنين لعيبه دول سلام، اللعيب الاولاني طبعا اللي جات له الكره ده سليم خالص، الثاني برضو سليم، لان في واحد ناحيه في الاخر خالص مغطي بتاع الاهلي، اللي يعني الاثنين لعيبه سلام. لحظه خروج الكوره ونمشي بقى كده، حتى اللعيب اللي ورا خالص هي اللي جات له الكوره، يعني الاولاني ده لو في وشك فيه الاثنين سلام عموما في اللعبه. لما نيجي امشي بالكوره، امشي كده هنشوف جات للعيب ده اصلا سليم خالص، وهنا رفع تحسين يعني كان في الدقيقه 9. لا معلش ارجع لي تاني يا سليم، ارجع لي تاني سليم. لا كابتن افصل لحظه، انهي واحد؟ يعني اول واحد عدينا اهو. لا الاثنين سلام يا كابتن. بص في لعيب في اليمين خالص يا كابتن، في لعيب هناك في اليمين خالص، بص اللاعب الثاني اللي جات له الكوره. خليك يا كابتن اسلام يعني حتى مع اللعيب الثاني، سيبك من اللعيب الاولاني لو افترضنا ان عنده جزء، ولكن هو متغطي باللاعب اللي هناك. خلينا في اللعيب الاولاني. طب يلا يلا نمشي. اللعيب اللي جات له الكوره، بص اللي ناحيتنا اللي في اليمين خالص ده، هو اهو امشي معايا، ده كان سليم خالص. اللاعب ده كان سليم، ودي تمام. ده رفع بصوره خاطئه تحسين ابو السادات يعني في اللعبه ديت يعني. من بدايه المباراه اللي بعد يعني يركز اكتر تحسين في الالعاب دي، الالعاب المهم. طبعا دي اللعبه الثانيه، هنشوف اللعبه الداخله. اقف هنا، ارجع. طبعا هنا الداخله دي فيها تهور، وكان وليد يستحق الداخله مش على الكوره يا كابتن. لا ما هو الداخله عموما يا كابتن، بص يا كابتن وليد الداخله ازاي كابتن اسلام. وهنا كانت تستحق انذار للتهور يعني. طب هو كابتن انا مطلوب مني كلاعب ان انا اسيب الكره تعدي مني؟ لا عشان بص صوره دخله الرجل. بص يا كابتن، بص انا رايح العب الكره يا كابتن، وانا رايح اضرب اللعيب. اوكي ما رجلي عدت اللعيب خلاص. لا هي الدخله في عموما يا كابتن في القانون، بص الدخله اصلا المفروض يعاقب عليها بالانذار يا كابتن اسلام يعني. ما لبستش يا كابتن اسلام انت. طب لو لبست يا كابتن، هو لمس يا كابتن. بقول لك لو لبس بقى، لو لمس ممكن ترتقي للطرد يا كابتن، فاهم قصدي ايه؟ لو دي راحت في اللاعب واخد بالك، فدي يعني كان المفروض فيها انذار الوالي سليمان. بقول لسعيد برضو يعني حاول سعيد ما تلمس اللعيب، ما يعني اتمنى ان يعني ما تحصلش قبل كده يعني ان انت تمسك، بلاش دي يعني، لان انت مش كل حتى يعني انت بتيجي تكلم كل اي لعيب المفروض ان انت ما تستخدمش ايدك، ولا اللعيب مسموح له يحط ايده على الحكم ولا الحكم كذلك يعني. طب اللي بعدها نروح اللعبه الثانيه، ارجع كده لحظه خروج الكوره دي. طبعا تسلل اهي عند خالد حسين، ادى مباراه دي تسلل ادى مباراه طيبه جدا. هنروح للعبه الثانيه اللي بعدها برضو تسلل، ارجع لحظه الخروج، ارجع تاني، ارجع الكره في رجله، ارجع لي شويه بس. ايوه في رجله نفس الحاله الاولانيه. بالظبط هنا برضو هي متقدم بالجسم يا كابتن، ظاهره جدا واضحه. عندنا الغامق ما باين يا كابتن اسلام اهو. الغامق باين اللعيب في موقف تسلل. برافو خالد، قدم مباراه طيبه جدا يعني. تمام نروح للعبه اللي بعديها. طبعا تحسين دي حاله تميز لتحسين، ارجع كده تميز. ايوه بص هنا طبعا هو السابق او اللعيب بتاع دجله، دي واضحه جدا، وتحسين ادى قرار صحيح فيها بقرار التسلل يعني. تمام روح للدقيقه 42. تمام طبعا دي كانت هجمه للنادي الاهلي ماشيه. طبعا هنا سعيد اهو قريب ما شاء الله، بيبقى قريب، بس انا بقول لسعيد لو فتحنا هنا خلاص منع الكره، فرد ايده اهو، كبر جسمه ومنع الكره من تكمله الهجمه. تمام عايزين نقول بقى هنا، بس انا كنت اتمنى سعيد هنا يدي الانذار، لان لو فتحنا الصوره هنلاقي في لعيب جنب رمضان كان هيعدي طبعا، وفي لعيب في اليمين فاضي كان اسرع يعني. افتح اشتغل لي بالصوره مفتوحه ممكن باذنك كابتن سمير. افتح لي يا كابتن سمير كده الصوره عشان نشوف اللي خلاص. كانت هجمه واعده. المخرج اللي قطع الماتش مش عندنا هنا يعني. مش عندنا. بص في لعيب جنبه، بص هو عدى هيعملها اللعيب ده. فدي تعتبر هجمه واعده، كان لابد يدي فيها الانذار سعيد يعني. تمام بعد كده في انذار
نروح للعبه الثانيه، عبد الرحمن بودي. طبعا هنا هنرجع طبعا برافو. بص سعيد موقفه فين؟ رايح سعيد قريب ما ترددش وادى الانذار. امشي امشي. بص الدخله راحت فين يا كابتن اسلام؟ راحت بره اهي. بس برضو الدخله دي ما هي ما هو ده اللي بنقوله يا كابتن اسلام. بص بس خليني اقول لك هنا الكوره بعيده خالص يا كابتن، لكن هناك وليد خد الكوره. ما هو بص يا كابتن المحاوله، انا بقول لك لو هنا جت في الرجل يا كابتن اسلام تدي، لو هنا جاي من بقى خد بالك جاي من دفع. لا ما خلاص بقى، ما هو انا ما بتكلمش ان هي جت في رجله ما جتش في رجله، انا بتكلم ان هنا الكوره دي. بص يا كابتن الكوره هنا وليد او اللي مين اللي وليد خدها تمام، فخلاص هي بعيده عن رجل، فاللاعب رايح لرجل وليد بالظبط. انا بص الدخله وكمل في رجل وليد غير الاولانيه. لا 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 طبقا لقانون كابتن اسلام هما الاثنين انذارات يا كابتن. مش عارف انا مش مقتنع بان الاولانيه دي خصوصا بعد ما شفت الكوره دي. لا اللعبه يا كابتن رفعه الرجل عموما دي يا كابتن ما فيهاش كلام في القانون يا كابتن اسلام. رفعه الرجل دي الدخله بالصوره دي يا كابتن اسلام على طول بيبقى فيها انذار يا كابتن. تمام ناخد اذن انذار صحيح اللعبه اللي بعد كده. انذار صحيح نروح لل الهدف الاعلى، هنجيب بقى نشوف صحه الاهداف يا كابتن اسلام. اتفضل. نقف اهو طبعا اللاعب هنا الكره سابقه، لو لاحظنا كده حتى لو اللاعبين على خط واحد هنلاقي الكره. انا هجيبها عشان صحه الهدف بس يا كابتن اسلام. اتفضل يا كابتن. يلا اطلع الكره. طبعا هنا الكره سابقه والهدف إيه؟ الهدف سليم. الهدف الاول هنا طبعا هنقول على حاجه ثانيه، هنا الاشتراك وقف لي عند اشتراك وليد. خلاص عرفنا وليد وقف هنا، عبد المنصف طالع وفي اشتراك هنا، الحارس مش ممسك بالكوره في اشتراك. وليد هنا ما تعرضش للحارس خالص. هو هنا في منافسه وعبد المنصف اللي جاي وبيطلع الكوره في منافسه، وعبد المنصف مش ممسك بالكوره يعني مش ماسك الكوره طبقا للقانون. فوليد لم يرتكب اي خطا فمن حقه ان هو يتنافس هنا يعني. طبعا ما فيش اي خطا وهدف خطأ. وهدف سليم يعني. اتفضل نروح للهدف الثالث. هنا ما فيش مشكله، ما فيش مشكله هنا بقى. هنا بس نوقف بقى هنا برضو زي ما احنا شايفين الكوره سابقه برضو، لو لاحظنا ازارو هنا خلف الكره وخلف حسين شحات خلاص يعني، فتطلع الكره ماشي طلع خلاص هدف سليم برضو. من الالعاب دي بتبقى طبعا مع اول صوره منضح الاهداف كلها كانت سليمه، والثلاث اهداف من عند تحسين قدم مباراه طيبه جدا تحسين برضو، وهي باستثناء اللعبه الاولى اللي احنا جبناها له يعني. تمام. نروح لديه برضو. لاحظ كروت الكره اهو سليم اللاعب. لا اللاعب وهتعدي وجاي من عمرو السوليه جاي من ورا كابتن اسلام. ايوه سليم وخلاص هدف سليم اتلعبت. هي اللي هي اللعبه بتاعت عمرو السوليه وطبعا هدف سليم يعني. دي الحالات اللي عندنا واداء اداء طيب يعني، المستوى النهارده جيد جدا لسعيد حمزه وطاقمه يعني، كان فيه اهتمام. وكمان يا كابتن اسلام المباراه يعني كان فيها فنيات وكانت كورتها حلوه، دي بتساعد الحكم كتير يعني. كانت كوره ما كانش فيه حتى وقت ضايع في الشوط الاول بالظبط، لان المباراه كانت ايه كانت سريعه وكانت كوره من الفرقتين يعني. اتمنى لهم التوفيق دايما لسعيد، واتمنى في الفتره الجايه يا كابتن اسلام سعيد النهارده نجح، اتمنى انه ما يبعدش كتير، لان سعيد من الحكام اللي تعتمد عليهم في الدوري الممتاز، بس لو لعب باستمراريه ما يقعدش يقعد فترة كبيرة وبعد كده يلعب يعني، نستفاد بيه في الدوري الممتاز لأن هو حكم مميز، حكم كبير ممكن نعتمد عليه كتير يعني. نتمنى لهم يا رب كل التحكيم المصري التوفيق خلال الفترة. توفيق. شكرا جزيلا يا كابتن أيمن، شرفت ونورت. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ثلاثة نقاط وضعت المارد الأحمر على قمة الدوري العام المصري في أسبوعه السابع، ولكن النادي الأهلي السالم مباراتين مؤجلتين، وأنهى النادي الأهلي اليوم في مباراته أمام وادي دجلة أسبوعه الخامس وب 15 نقطة. إن شاء الله ربنا يكرم خلال الفترة القادمة ويستطيع النادي الأهلي مواصلة هذه الانتصارات وهذا الأداء الرائع مع لاعبين رائعين ومدير فني جيد جدا. كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أتقابل مع حضراتكم يوم السبت في برنامج سهرة معه. إن شاء الله نتقابل مع حضراتكم يوم السبت، وإن شاء الله بقى نرجع مرة أخرى يوم الحد للمباريات من خلال ملعب الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي يوم السبت وحلقة جديدة من سهرة معه.